سبيتفاير دخلت الخدمة في سلاح الجو الملكي البريطاني في عام 1938، أي قبل سنة واحدة من اندلاع الحرب العالمية الثانية. صممتها شركة سوبر مارين للطيران بحجم صغير لتكون مقاتلة اعتراضية قصيرة المدى. هذا الحجم الصغير صعب استهدافها، بل ومنحها سرعة وقدرة كبيرة على المناورة خلال الاشتباكات الجوية. سلح الطراز الأول من سبيتفاير بأربعة مدافع رشاشة عيار 12.7 ملم، وتمت زيادتها لاحقا لثمانية مدافع. كل هذه المدافع أعطتها قوة نيران كبيرة. سبيتفاير كانت هي طائرة الاعتراض الأساسية للتعامل مع المقاتلات الألمانية الرئيسية في هذا الوقت من طراز مصر شمت 109، كما بالفعل أسقطت العديد منها في الاشتباكات فوق بريطانيا ودول القارة الأوروبية. تم تصنيع أكثر من 20,000 طائرة من سبيتفاير خلال فترة خدمتها، والتي امتدت حتى عام 1961، كما خدمت أيضا في عدد من القوات الجوية حول العالم، منها القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الفرنسية.